السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل فستان للبنوتات الصغيره. الفستان ده طريقته سهله وبسيطه جدا جدا، انا هشرح لكم بالتفصيل. بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل عدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الفستان. بالنسبة للفستان ده، هو بدايته بتبقى عبارة عن ايه؟ ان احنا بنبدأ من جزء بتاع منطقة الصدر، الجزء ده تمام، الجزء ده بتاخدي مقاس دوران الصدر للبيبي او الطفلة اللي انت هتعملها الفستان. بناء عليها هتبدأي تعملي عدد سلاسل. هتبدأي زي ما انت حابة لون الفستان، سواء باللون الاوف وايت او الفوشيا او اللبني، ده على حسب اللي انت حابه، او اي لون تاني حباه تمام، على حسب اللون اللي انت حباه تمام. وبعد كده بنرتفع من الاسطر من الاعمده بلفه، هوضح لك ازاي كل ده بالتفصيل. والفيونكه دي اللي هي طريقه الفيونكه بغرزه البوبكورن، انا شرحتها لكم بالتفصيل، هسيب لكم لينكها في الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه بقى للفستان ده، بعد ما بتاخدي البتاع ده وبنشتغل المقاس دوران الصدر وبنشتغل، بنرتفع بالاعمده. بعد كده هنبدا نعمل الجزء السفلي من الفستان ده، وهو عباره عن غرزه صدفه بس بنشتغلها بطريقه مختلفه. طيب هو هياخد معانا كام جرام خيط؟ انا هعمله من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه اخد معايا 100 جرام خيط. انا هشتغل باللون الفوشيا، فاخد معايا 100 جرام خيط باللون الفوشيا وحاجه بسيطه باللون الابيض علشان هنعمل بين خلاله الفيونكه والاطار اللي على الاطراف ده. وكمان هنستخدم الازرار، الزرارين هوضحها لكم دلوقتي الادوات بالتفصيل. الادوات بقى اللي هنستخدمها، انا هستخدم خيط القطن ده تمام، واللون الفوشيا والابيض، هستخدم الفيونكه دي انا شرحتها لكم بالتفصيل، هسيب لكم لينكها في الوصف اسفل الفيديو، والزرارين ومقص وكمان ابره تنظيف علشان نشبك الازرار، واي خيوط زايده ننضفها بابره التنظيف. طيب هنبدا دلوقتي مع بعض نعمل غرزه سلسله بمقاس دوران الصدر بتاعنا. و فمقاس دوران الصدر بتاعي بالنسبه لي اللي انا هشتغل عليه، اللي هو من عمر 6 شهور ويلبس لسنه وممكن زياده على حسب جسم كل طفل، هبداه ب 54 سنتيمتر. فهنقص من 54 سنتيمتر 3 درجات، لان قطعه الكروشيه بتتمدد وبتكبر بما يعادل 2 ل 2.5 سنتي. فهنقص، هبتدي اعمل سلسله بمقاس 51 سنتيمتر، ولما هنشتغل فوقيها غرزة العمود بلفة هتكبر معانا وهتبقى 54 سنتيمتر. فبرتفع كده بغرزة السلسلة بالشكل ده لحد ما بوصل لمقاس 54 سنتي على المزورة. انا كده وصلت ل 54 سنتي على المزورة. الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ باخد لفة على الابرة. انا وصلت ل 51 سنتي، لاني انا زي ما وضحت لك هشتغل 51 سنتي. لما هنشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة هتبقى عندي 54 سنتيمتر على المزورة. فباخد لفة على الابرة، بسيب غرزة تانية، بدخل في التالتة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده، بشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. وفي نهاية السطر برتفع ب2 سلسلة وهشتغل كمان فوق كل غرزة تبني غرزة عمود بلفة. هرتفع كده لحد ما بوصل لنهاية السطر من غرزة العمود بلفة، وهرجع اوضح لك هكمل ازاي. وصلت كده لنهاية السطر من غرزة العمود بلفة فوق كل غرزة تبني كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة وهشتغل، هلف القطعة وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بالشكل ده زي ما انت شايفة اهو. بدخل في الغرزة وأعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، وبدخل في الغرزة وأعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده لحد ما هوصل لنهاية السطر. فأنا هكمل لحد ما هوصل لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، وهرتفع كمان سطر من غرزة العمود بلفة فوق كل غرزة، بحيث إجمالي عدد الأسطر من غرزة العمود بلفة عندي هتبقى عندي 3 أسطر من غرزة العمود بلفة. هنرجع بعد كده مع بعض هنقفل الجزء بتاعنا وهنشتغل بطريقة مختلفة. فهكمل السطر ده وهشتغل كمان سطر وهرجع أوضح لك هكمل إزاي. خلصت كده
التلات اسطر من غرزة العمود بلفة بالشكل ده. تمام، الخطوة اللي بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نقفل الجزء ده ببعضه. هنقفله ازاي؟ ادي بعد ما وصلت لنهاية السطر بدخل في اللي هو السلسلة رقم 2 من سلاسل الارتفاع كده، وبقفلها كده بمنزلقة بحيث الجزء ده بتاعنا تمام اللي هيبقى ده بتاع منطقة الازرار، سواء زرار واحد او زرارين على حسب الارتفاع بتاع الاسطر بتاعتك، ممكن يبقى زرار واحد على حسب الجزء بتاعك. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع باتنين سلسلة بالشكل ده. تمام، بعد ما ارتفعت باتنين سلسلة هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر بدخل بقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 2 اهو. فبدخل كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة بالشكل ده لحد ما هوصل لنهاية السطر، وهرتفع بحيث عدد الاسطر عندي من الاعمدة بلفة هتبقى عندي 8 اسطر. 8 اسطر ازاي؟ ادي سطر 2 3 4، هشتغل كمان 4 اسطر بعد السطر ده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، وبندخل بمنزلقة نقفل في الغرزة دي. فهرتفع 8 اسطر وهنرجع مع بعض نعمل الجزء بتاع الجيبة او الجزء الاسفل من الفستان. انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت لعدد الاسطر زي ما وضحت لك 8 اسطر. الخطوه اللي بعد كده هنبدا ان احنا نكون غرزه الصدفه. فعشان نكون غرزه الصدفه هرتفع بثلاث سلاسل 1 2 3، بسيب غرزه الثانيه كده، بدخل في الثانيه بعمل غرزه حشو. تمام، 1 2 3، بسيب غرزه بدخل في الثانيه بعمل غرزه حشو بالشكل ده، 1 2 3، بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل غرزة حشو، 1 2 3، بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل غرزة حشو. بنفس الطريقة كده تلات غرز سلاسل بقى بكون الفراغات، بمعنى أصح ان احنا بنكون فراغات. تلات سلاسل بنسيب غرزة بندخل في بعدها بنعمل غرزة حشو، ونعمل على الفراغات دي هنشتغل فيها غرزة. تمام، فهوصل لنهاية السطر تلات سلاسل، بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل كده لحد ما هوصل لنهاية السطر، وهرجع اوضح لك هكمل ازاي. انا كده وصلت لنهاية السطر وكانت عندي اخر تلات غرز وفي غرزة عندي، فبدخل في اول غرزة ارتفعتها بقفل كده فيها بمنزلقة كده بالشكل ده. تمام، اهو بقفلها كده بمنزلقة بالشكل ده. كده كونت الفراغات اللي عندي اللي بناء عليها هنعمل الغرزة بتاعتنا. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ برتفع باتنين سلسلة بدخل في الفراغ بعمل فيه 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3، ادي كده 4 بالشكل ده، وبدخل في الفراغ اللي بعده بعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما انت شايفة. بعد كده بعمل ايه؟ الفراغ اللي بعده بعمل فيه 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 بالشكل ده. الفراغ اللي بعده بعمل فيه غرزة حشو. تمام، الفراغ اللي بعده بعمل فيه 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4، 4 غرزة عمود بلفة. الفراغ اللي بعده غرزة حشو. بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. فراغ بشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، والفراغ اللي بعده غرزة حشو. فراغ بشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واللي بعده بشتغل غرزة حشو. بنفس الطريقة لحد ما هوصل لنهاية السطر. انا كده بعد ما وصلت لنهاية السطر، الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده، وبدخل في ادي كده عندي 4 اعمدة، بدخل في الغرزة اللي في المنتصف كده بعمل غرزة حشو، 1 2 3، هدخل هنا ما بين غرزة الصدفة دي او الاربع اعمدة دول والاربع اعمدة دول بيبقى فيه غرزة حشو، بنزل في غرزة الحشو هكون فيها فراغ بالشكل ده، 1 2 3، باجي في نص الاعمدة بعمل غرزة حشو، 1 2 3، بدخل في الغرزة دي كده بعمل غرزة حشو بالشكل ده، في منتصف الأعمدة بعمل فراغ، وفي ما بين الأعمدة ما بين المجموعتين دول بعمل كمان فراغ. هكررها معاكم كمان مرة، 1 2 3، ادي كده احنا ما بين المجموعتين، بدخل في المجموعة
بعمل فيها غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، بدخل هنا بعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، بدخل هنا بعمل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل لحد ما هنصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر، وكان عندي آخر ثلاث أعمدة، آخر ثلاث سلاسل، وبندخل كده في أول غرزة إحنا اشتغلناها وهنقفل فيها بمنزلقة بالشكل ده. تمام. الخطوة اللي بعد كده هعمل إيه؟ باجي بدخل في الفراغ بكون فيه أربعة غرزة عمود بلفة. الأول هرتفع باتنين سلسلة، واحد اتنين، بدخل في الفراغ أكون فيه أربعة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة. تمام. والفراغ اللي بعده بعمل فيه غرزة حشو. تمام. الفراغ اللي بعده هعمل فيه أربعة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة. واللي بعده بعمل فيه غرزة حشو بنفس السطر اللي احنا اشتغلناه قبل ده بالظبط كده. يبقى احنا بنكرر سطرين، السطر بنعمل فيه فراغات، والسطر اللي بعده بنكون فيه الأعمدة بتاعتنا دي بالشكل ده. بتستمر كده بنفس الطريقة وبترتفع بالأسطر لحد ما بتوصلي لطول الفستان اللي انت محتاجاه. فأنا هرتفع بالأسطر لحد ما هوصل لطول الفستان اللي محتاجاه، وبعد كده هرجع أوضح لكم هنكمل ازاي. انا كده ارتفعت بالاسطر بنفس الطريقه، سطر عملت فيه الفراغات والسطر الثاني عملت فيه الاعمده بلفه زي ما وضحت لك. بعد ما بنرتفع كده خلاص وبتوصلي للطول اللي انت محتاجاه، بنبدا ان احنا بنقص الخيط بتاعنا اهو. دي اخر غرزه بتاعتنا كده، فبعمل غرزه سلسله اللي هي غرزه الامان. تمام. وبتقص الخيط. تمام. الخطوه اللي بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اشتغل على الاطراف بتاعة الفستان كده من فوق، عبارة عن غرز حشو باللون الابيض. تمام. فبدخل كده برتفع غرزة سلسلة، بشتغل هنا غرزة حشو بالشكل ده، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وكل غرزة كده بالشكل ده غرزة حشو لحد ما بنوصل لآخر الجزء بتاعنا. وبعد كده بنجي نعمل ايه؟ اوضح لك كده اهو، غرز حشو على الاطراف كلها، وباجي هنا كمان هشتغل غرز حشو وهنا كمان غرز حشو. فانا هوصل للغرزة دي وهرجع اوضح لك هنا هنشتغل الغرز الحشو بتاعتنا ازاي. اشتغلت كده على الاطراف كلها غرزة حشو، هاجي هنا في الجزء ده هشتغل غرزة حشو هنا، القطعة كده كلها فوق كل غرزة غرزة حشو كده بالجزء ده كده زي ما انت شايفة. بندخل في الغرزة ونعمل غرزة حشو، بدخل في الغرزة كده بالشكل ده وبعمل غرزة حشو كل الجزء ده كده بنفس الطريقة من غرزة الحشو. لحد ما بنوصل لاخر، ادي اخر غرزة كده، بدخل هنا وبعمل غرزة منزلقة. تمام. وهعمل غرزة سلسلة وهقص الخيط بالشكل ده، طبعا اي خيوط زايدة هننضفها. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ بعد ما بتقفلي كده الجزء ده بتاعك هنبدأ نعمل الحمالات. حمالات هنعملها ازاي؟ بتحددي الجزء اللي هتعملي فيه الحمالة، وليكن مثلا اهو بنظبط القطعة بتاعتنا كده، وليكن هنعملها هنا في الجزء كده اهو، نعملها في الجزء ده. فندخل كده تمام، وهنعمل زي غرزة سلسلة اللي هي غرزة الامان بالشكل ده، وهنرتفع بغرز سلاسل. تمام. لحد ما بنوصل للجزء المقابل لي، تشوفي كده طول الحمالة المناسب اهو، بترتفع كده بغرز السلاسل بالشكل ده لحد ما بتوصلي. بعد كده بنقيس الطول بتاع الحمالة، بنشوف ان هو مظبوط ولا لأ،
فانا بالنسبه لي كده الطول ده كويس جدا. فهعمل ايه، وهرتفع كمان كام سلسله كده، تمام. فبنعمل ايه، بنجي بندخل هنا في الجزء ده كده وبنعمل غرزه حشو، وكمان الغرزه اللي بعدها غرزه حشو. وهشتغل ازاي بعد كده، هشتغل فوق كل غرزه، في كل غرزة سلسلة هشتغل غرزة حشو كده بالشكل ده زي ما انت شايفة، بحيث ان احنا نكون الحمالة بتاعتنا. حابة ان انت تعملي السلسلة الحمالة بتاعتك بغرزة العمود بلفة او غرزة النص عمود على حسب ما انت حابة، بس انا مش حابة ان الحمالة تبقى سميكة قوي، حابة ان هي تبقى رفيعة، عشان كده بشتغل غرزة حشو على السلسلة كلها. بكرر نفس الخطوة كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السلاسل اللي عندي، وهعمل الحمالة التانية وهنرجع مع بعض نقفل. وضح لكم الشكل النهائي للفستان بتاعنا بقى ازاي. انا كده كونت الحمالتين كده بالشكل ده بنفس الطريقة بنفس الخطوات، وثبتت هنا الفيونكة بتاعتنا، وده كده الشكل النهائي للفستان بتاعنا. انا كده وضحته لكم بالتفصيل، وكده بنتهيت من طريقة عمل الفستان. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الفستان بطريقة سهلة بسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو، او على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لعجبك الفيديو عشان نقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.